السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة مركز خدمات المحمول. سمعنا في الفترة الأخيرة عن الإيسم، وكل معلوماتنا عنها إنها بتشتغل بس في أمريكا، ولكن مع إطلاق النسخة الأخيرة من هاتف أبل آيفون 14 واللي بتشتغل بس من خلال الإيسم، كتر الكلام حواليها، حتى إن كتير من الدول أعلنت العزم على بداية تشغيلها، وكان من ضمن الدول دي مصر. وحاليا إحنا في انتظار بدء التشغيل بعد موافقة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات وبدء عمل البنية التحتية لتشغيلها بشكل كامل. قبل ما نعرف ايه هي الإيسم وايه مميزاتها، يا ريت تتأكد من انك مشترك في القناة ومفعل زرار الجرس علشان دايما تكون معانا في كل الجديد. الحقيقة ان فكرة الإيسم موجودة من فترة طويلة، وهي شريحة مدمجة، يعني بيلت ان في التليفون، وبتكون اصغر من الشريحة النانو، وابعادها بتكون 5 ملي في 6 ملي، يعني في حدود النص سنتي في نص سنتي، في حين ان شريحة النانو بتكون 12.5 ملي في 8.8 ملي. علشان نفهم الموضوع من الاول، لازم نعرف ايه هي الوظيفة الاساسية للسيم كارد. وظيفة السيم كارد هي الاي دي بتاعك عند شركة الاتصالات، يعني الاشارات لما بتخرج من تليفونك بتعرف مزود الخدمة او شركة الاتصالات اللي انت متعاقد معاها ان انت اللي بتتصل، فبتستخدم رقمك وبتخصم من رصيدك وهكذا. يعني بشكل اوضح بتعرف السيستم الخاص بمزود الخدمة انت مين من ضمن كل العملاء الموجودين دول. دي كده وظيفة السيم كارد بشكل مختصر جدا. طيب ايه بقى الإيسم؟ الإيسم بتعمل نفس الوظيفة، ولكن مش من خلال شريحة فيزيكال. زي ما قلنا هي بتكون شريحة مدمجة، يعني بيلت ان على التليفون بتاعك. انا بعمل ليها بروفايل من خلال شركة الاتصالات اللي انا تابع ليها، والبروفايل ده بيحتوي على كل البيانات الخاصة بيا وبالخط بتاعي، يعني الرقم والرصيد وكل المعلومات دي. بحمل كل البيانات دي من خلال كيو ار كود باخده من مزود الخدمة لما بشغل الخط لأول مرة. بعد كده بيكون ليا حساب او اكاونت على الابليكيشن الخاص بالشركة، وبيكون موجود عليه كل البيانات الخاصة بيا. يعني الموضوع يشبه بشكل كبير فتح حساب على موقع من مواقع التواصل. وعلشان نقرب الفكرة، فممكن نقول برضو انها تشبه الدخول على شبكة الواي فاي، بمعنى انك بتقدر تستخدم الانترنت من خلال الواي فاي بمجرد حصولك على اليوزر نيم والباسورد، وما بتكونش محتاج اي حاجة تركب في التليفون علشان النت يشتغل. واحدة من اهم مميزات الإيسم، وهي اني ممكن اضيف عليها اكتر من خط من اكتر من موزع خدمة او اكتر من شبكة، وبتنقل ما بينهم بطريقة اللوج ان واللوج اوت من غير ما احتاج اني اشيل شرايح بقى الخطوط بتاعتي بحجمها الصغير وتتعرض للتلف والضياع، وده طبعا اللي بيحصل معانا كلنا. ولكن الإيسم حلت الموضوع ده، يعني تقدر تحمل على الشريحة الواحدة بيانات 3 او 4 او 8 خطوط كمان. ودي المعلومة اللي عندنا، ان الشريحة المدمجة إيسم الخاصة بهاتف آيفون 14 بتشغل لحد 8 خطوط بكفاءة. الموضوع ده ممكن يفيد الناس اللي بتسافر بره كتير، لان في الحالة دي تقدر بكل بساطة انك تشغل خط على الشبكة المحلية في البلد اللي انت فيها، طالما ان انت معاك الإيسم، وبكده تكون وفرت مصاريف التجوال. ميزة تانية، وهي صغر حجم الإيسم، واللي قلنا انها 5 ملي في 6 ملي، وصغر الحجم دوت ممكن يخلي مصنعي الهواتف فيما بعد يقدروا يضيفوا مميزات اكتر للتليفون. بعض المتابعين ممكن ما يكونوش مدركين فرق الحجم دوت ممكن يعمل ايه، ولكن تخيل ان البطارية اللي سمكها 5 ملي وقدرتها 4500 ملي امبير، لما يكون سمكها 6 ملي الساعة بتاعتها ممكن تكون قد ايه، وتفرق معاك في الستاند باي تايم والتوك تايم في فترة قد ايه. وقيس على كده بقى حاجات تاني كتير. الإيسم مش هيقتصر على الهواتف فقط، ولكن هيمتد للأجهزة اللي حوالينا زي كاميرات المراقبة واللمبات اللي في المدن الذكية، وأجهزة تانية كتير ممكن تشتغل بنظام السمارت سيستم، هيكون التحكم فيها أسهل بكتير من خلال الإيسم المدمجة. وكمان هنقدر نشغلها بالكامل من خلال تطبيق على التليفون بمنتهى البساطة. طيب حلو قوي الكلام ده، بس في مشكلة. لو أنا عندي 4 أو 5 خطوط بياناتهم متحملة على الإيسم، هفضل بقى أشحن كل خط بباقة نت وباقة مكالمات، وأقعد أفتكر ميعاد شحن كل خط إزاي؟ الموضوع ده كده هيكون بايخ قوي. في الحقيقة إن البلاد اللي الإيسم شغالة فيها بيعملوا نظام اسمه الشيرد كوتا، واللي هو عبارة عن إني بشحن التليفون بتاعي شحنة واحدة، باقة نت واحدة، وباقة مكالمات واحدة، واللي بتكون شغالة مع كل مزودي الخدمة.
يعني هي باقة واحدة بيتشارك فيها كل الخطوط اللي معايا بكل مزودي الخدمة اللي أنا متعاقد معاهم، سواء بقى اتصالات أو فودافون أو وي أو أورنج، كله بيسحب من نفس الباقة، مع ملاحظة إن أنا باستخدام الإيسم أقدر أشغل خطين مع بعض في نفس الوقت زي التليفونات اللي معانا دلوقتي، ولو احتجت خط من الخطوط اللي مش شغالة بقدر أقفل خط من الاتنين اللي شغالين وبشغل الخط اللي أنا محتاجه وهكذا. وآخر حاجة هنقولها إن الخدمة دي هتشتغل إن شاء الله خلال فترة بسيطة جدا، لأن تقريبا كل مزودي الخدمة الموجودين في مصر انتهوا من المرحلة التجريبية الخاصة بيها وبدأوا يجهزوا للإطلاق الفعلي. ودي كده كانت نهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة على قناة مركز خدمات المحمول. بطلب من كل اللي بيشوفني الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان دايما يوصلكم مننا كل الجديد، طبعا اللايك لو عجبكم الفيديو، الشير والكومنت هو أكبر دعم ممكن تقدمه للقناة. دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.